انا مشكلتي الحقيقيه ان انا عندي وظيفه تانية وحقيقي بحبها. مش مهم، مفيش مشكله. العقد 3 سنين قابلين للتجديد ولازم يتوقع النهارده. 3 سنين كتير قوي. 3 سنين طبعا مش هدربك واستثمر فيكي فلوس كتيره لما تبقي انجح مذيعه في العالم العربي. زي ما قلت لك يا كارم، دي فرصة حلوة. فكري وقرري، ولو عايزة تتفرغي للإذاعة أنا تحت أمرك. أفكر في إيه وأتفرغ إزاي؟ أنا حقيقي عمري ما فكرت إن أنا أسيب ستايل. أنا بحب شغلي قوي. خلي بالك حاجة، لما تتشهري وتبقي مذيعة ناجحة وإعلامية مشهورة، شغلانة السكرتيرة دي مش هتبقى مناسبة قوي بالنسبة لك. أنا بحقق لك حلم حياتك يا كارمن. امضي يا كارمن، يا بنتي دي فرصة مش هتتكرر. امضي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.